تطفى هذيك الهدرة، تبقى على خير، ما على باش من نبعثوها. لا لا، وحد كريم، واطلب من السيد نتساعد فيه ونتخدمه بزاف في العطلة، ما نديروه مثلا في فيما يخص الاستراتيجية الوطنية الجديدة اي 2020-2024، فهي استراتيجية ترتكز على عنصر اساسي هو خفض العرض وخفض الطلب، ريدكسيون خفض العرض وخفض الطلب. وفيما يخص خفض الطلب فان المصالح المعنيه بذلك كما تعلم هي مصالح اجهزه القمع، مصالح المكافحه الثلاث تسهر بوسائلها الى تخفيض الطلب على هذه المخدرات. الإدارية العامة للأمن الوطني تسعى دائما وجاهده من اجل مكافحه ظاهره المخدرات، يعني على شقيها التوعوي والتحسيسي وكذا الميداني او العملياتي ان صح التعبير الردعي، وذلك تماشيا مع الاستراتيجيه الوطنيه المسطره في هذا الشان.